ايه سقف ما ان شاء الله لك يا زلمه والله انتم ما بيلبق لكم انا اصلا كان بس بدي اقول ما احلى السهر خلصت عم بحلم فيها صراحه يا الله لا تسكتوا طب انا هي القصيده بالذات ولا مره سمعتها سمعني اياها لالي لك احسن لك احسن لك على الاقل على الاقل بتضلي معتبرتيها قصيده يعني لا استلمني استلموني كلياتكم لك من فوق ما انا الي فضل عليكم واحد واحد بهالقعده خير ان شاء الله كيف بقى شو كيف بقى العينتين جوزك المصون ابي ابي انا يلي مدبر له شغله كتر خيرك فضلت علينا معلم ولو خير الله هاي الصبيه الجميله اللي فرحانه بعيد ميلادها وطايره على بعبقريتها يلي تركت فيها بلاد برا اللي فيها هوا واجت لهون خالي خالي انا يلي ساعدها حتى توقف على رجليها بدار النشر المتعذره تبعها متعذره كم مره صرت متعذره خالي الله يفضلكم هالصبيه الجميله هاي انا يلي حاببها وعشقانها ومدللها ومنتشله من الفراغ والوحده نيالي 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 ايوه لو طيب وسوسه شو اختي هي اختي انا يا حبيبتي عم قصدي انا واختي إلنا فضل عليكم لك انت ما لي فضل عليك انا واحد فصولي او اطرافي ما فضل يا سيدي نحن إلنا فضل على خطيبتك فبالمعايير انت بتروح معها يعني لو ما كان خالي منتشلها كانت هلا محطمه نفسيا وكنت انت داير فيها من محل لمحل وعم تدور على طبيب نفسي سلام يا سيدي بدي اقول القصيده اسمعوا ما احلى السهر يا ابو سيدي كيف يعني؟ ما فهمت هلا عم تخبريني انه الثلاثه اللي كان لك علاقه معهم برا هن رفقاتك على الفيسبوك وبدك ياني هيك عادي يعني ما في شيء؟ ومام مو هيك نحن بالشغل لك شو نحن بالشغل وين ما كنا نكون؟ ما نحن اتفقنا انه المرحبا ما واحد منه لازم اعرفها انا طلعوا يا جماعه رفقاتك على الفيسبوك والموضوع عادي عادي كثير ايه عادي شبك عادي كثير صحيح رفقاتي على الفيسبوك بس ما في مرحبا بيناتنا بالله وهي المعايدات كلها اللي بعيد ميلادك شو؟ ايه اوكي هي لما صارت عم خبرك لا لا غروب الله يخليكي لا تبسطي الموضوع هيك بنوبها هيك هنن عم يطلعوا على كل تفاصيل حياتك كل التعليقات اللي بتحطيها كل الصور والعكس بالعكس ولسه ترجع بتقولي لي عادي لا لو سمحتي وهلا عم بقول لك بدك تحسفيهم كلهم هلا وقدامي همام لا تحكي معي بصيغه الامر ما بيطلع لي يعني طيب اسف كثير ومع ذلك بدك تحسفيهم هلا وقدامي واذا قلت لك لا بتكوني عم تقولي باي باي همام والله احبائي السابقين رفقاتي اللي على الفيسبوك اهم منك هيك هيك قيمه العلاقه عندك يا بحذفهم يا بتتركني وليش ما بتقلبيها يعني ليش ما بتقولي انه انا حددت واخترت الاهم لا مو مزبوط هذا الحكي هن موجودين عندي بالقائمه من قبل ما احبك ما حدا منهم تصرف معي بطريقه سيئه لحتى احذفه واعمل معه هيك لا دحيون اكثر من هيك انا ماني متوقع منك تحكي معي بهي الطريقه ابدا ماشي رح احذفهم انا مالي مستخفي بعلاقتنا مثلك انت عندي اهم منه انت بتعرف هذا الحكي كثير منيح بس انا ماني متخيل انك تحط حالك بالمقارنه مع عالم انا نسيان انه هن موجودين اصلا شكرا كثير لك بس انا عن جد متفاجئه كثير بالتصرف اللي انت تصرفته هكي شو بيعرفني ساعة بيطلع لي مشغول وساعة ما بترد علي، شرف، هي من أول ظهور لإلها صارت نجمة يعني عجبتك؟ عجبتني؟ بتطير العقل، دخيل عينها ما ألذها، أنت ما عجبتك؟ بلا، يعني، لا منيحة منيحة ما بعطيني جاكيتك البسه حبيبي لا تعذب سامي يلا لبسية لبسية يلا سلامة قلبي يلا باي 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 سلامة سلامة باي 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 عفوا بابا عم تحكي مين
غروب كيفك حبيبتي؟ لا خلص ما راح طول عليكم، بس لأقول لك يكون بعلمك، ها الكتاب يومين وخلص تنقيحه. عن جد؟ ايه عظيم، وانا بانتظارك. امرك عمو. اوكي الله معك. ايه حبيبي، ايه طيب، ايه صحيح على سيرة الكتب، في عندي مخطوط لرواية معروضة علي اني انشرها، ما عم بعرف شو بدي قرر، فحابة اني اخذ رأيك فيها. بعرف انه اول مرة بعمل هيك، ليش انت ما بتفهم بالادب يعني؟ اي لا بس بصراحة يعني رواية شوي محيرتني. هلا انا ملاقيتها رائعة، رائعة جدا، بس هاني قال لي انه هي شوي جريئة، او جريئة حتى زيادة عن اللزوم. ايه ايه هاني لا تسأل بحدا بحياتك. ايه بدي اخذ رأيك ورأي عمو فيها. طيب اوكي حبيبي، سلامتك، مع السلامة، باي باي. باي، ايه بشوفك بكرة. ما شاء الله ما شاء الله، ما عاد تتحاكى، طول الوقت مشغول. هدي شوي، هدي شهماء. هيك والله ما في مشكلة، خلاص عادي. ايه كثير عادي. هلا وهي متماسكة يعني، الله حولها. ايه طبعا، ليش شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ لك هلا شو؟ هلا أنا بالنسبة لي قلت لك رأيي، هيك كتاب ما بصير يطلع من الدار تبعك. يعني طول عمرها إلى اسم محترم، أنا برأيي هي الرواية ما لازم تطلع من عندك. يا عم الرواية حلوة، أنا قريتها. أنت شو اعتراضك على يعني الجرأة؟ عم الرواية متجاوزة حد الجرأة، يعني إباحية، إباحية تماما. رأيك، بس والله أنا يا همام قريتها وأنا بختلف معك. موضوع تناول الغرائز موضوع إشكالي، وهذا مكون أساسي بشخصيتنا الاجتماعية. الرواية فيها تحليل كتير مهم لشخصيتنا الاجتماعية، ومن أروع ما يمكن كمان. ومو شاطرين غير تقولوا لي ضلوا لا تسافر. يعني هلا صحيح ما قريت الرواية، بس من حكيكم عنا مبين عن شو بتحكي. لك بشرفكم، هيك رواية بتمرق من الرقابة، وكتاب عمو ظافر ما بيمرق. عن جد شي كثير غريب. شو شايفتك أنت اللي عم تهديها؟ لك عم تبكي مثل العادة. لا قال حاولي راضيه بركي بيرضى، أو دخلي شي حدا واسطة بيناتكم. أنا لها أم السوس، إذا بدك أنا بحكي لك معه. خوش الدكتور كمال بيعزني معزة غير شكل، حاسس عليها. إيه مبلا كتير. إيه بابا، شو قررت تعمل؟ والله بابا أنا بدي أشوف الملاحظات، تتعالج معي. أوكي، وإلا بدي أضطر أنشهر برا. أيوة، مشان يرجع يمنعوا لك دخوله على البلد. لا ستي، مو بالضرورة، الجماعة بيعاملوا المستورد غير اللي بيعاملوا فيه المحلي، بيهتموا فيه أكتر. لك آخ آخ، وبيقولوا لي ضل. لك أنت كل ساعة برأيي. هلأ شو بالنسبة للرواية؟ قرار لك، عملي اللي بيحلالك. شو هما؟ خلاص هلأ بعدين نحكي. همام شو بنا؟ كل مرة بهاي الطريقة؟ يعني المرة الماضية وقت لقيت رفقاتي القدامى لساتهم رفقاتي على الفيسبوك، صارت القصة يا بتنسي همام يا بتلغيهم. حاكيتني بلغة الأمر وجبرتني ولغيتهم، وهالمرة كمان بدك تحاكيني بلغة الأمر وتجبرني ما أنشر رواية؟ معناتها ليش عم تستشيريني إذا ما بدك تاخدي رأيي؟ همام حبيبي، أنا مقدرة وضعك، بعرف إنك متضايق مشان سهير ومشان مشكلتك مع كمال بالهيئة، بس خلينا ما فيش خلاقنا ببعض. ليش شو شايفتيني يعني؟ واحد مهستر ولا فاقد أعصابه؟ بعدين شو دخل اللي عم تحكيهم باللي عم نحكيه؟ سؤال سألتك يا ردي على قده، ليش استشرتيني؟ همام أنا استشرتك واستشرت عمو ظافر وعمو سعيد، وعمو سعيد له كلمة كتير كبيرة بهذا الدار، اتنيناتهم كانوا مع، أنت الوحيد اللي ضد. ها بالعدد القصة يعني، يعني تصويت أنت عم تعملي، بفهم من هذا الحكي إنه بكرة إذا تجوزنا أنا وياكي وأنا قلت لك على شغلة لأ وثلاثة قالوا لك إيه بتمشي على رأيهم؟ أنا بمشي على رأيهم، بس أنا بهي الرواية تحمست كتير واحترت،
قمت سألتكم شو رأيكم؟ بتمشي على رأيك منيح والله. همام أنا من الأصل هيك وأنت بتعرف كتير منيح. شو بك؟ شو صار لك؟ نحن عم نتناقش برواق، شو لزوم هاي اللهجة ما بتنشريها وخلاص؟ لك يا غروب يا غروب، هذا اسم الدار تبعك واسمك على هيك رواية؟ إنه يعني هيك الحرية بهالتفصيل بهالطريقة؟ يا زلمة الرقابة وافقت عليها وأنت لا. لك أنا ما بيهمني إذا وافقت الرقابة ولا لا، طب خلي دار نشر تاني تنشرها. أنا علي منك أنت، بكرة هاي الرواية رح تصير حديث الناس والنقاد والصحافة، واللي بده يمدح بده يمدح جرأة الكاتبة ودار النشر سوا، واللي بده يهاجم ويزم بده يهاجم الإباحية اللي عم تروجها الكاتبة ودار النشر سوا. يعني أنت بقى فهميني، فيك تتبري؟ لك ليش بدي أتبرى؟ أنا مالي تاجرة، أنا كل كتاب بالنسبة إلي هو مشروع مآمنة فيه. لك يا عيني آمني على كيفك، بس بالأخير اسمك بده ينزل على الموضوع. طب يعني حوليها لدار نشر تانية ما بصير؟ آه يعني هيك بتزبط معك؟ غروب بلا هلجة المسخرة تبعك، بتعرفيني ما بتحملها. أي نعم هيك بتزبط معي، أنا بدي أمنع الرواية شي، أنا بس ما بدي يكون اسمك عليها. طيب ماشي، أنا تعبت وبدي أمشي، نكمل حديثنا بعدين.